السلام عليكم، راح نبلش بشرح البارت الثالث من مادة الهندسة البيئية. هذا البارت بيحكي لنا عن الواتر كواليتي باراميتر. هذا التشابتر راح نتعلم كثير شغلات مهمة، خلينا نشوفها مع بعض بإذن الله. طبعا واتر كواليتي باراميتر احنا اسمنا نفحص جودة المياه، المياه ملوثة ملوثة، مياه صالحة للشرب مياه مش صالحة للشرب، هكذا. طيب طبعا بدايته هيك بتقدر تحكي شبه حفظ، يعني شغلات حفظ، خلي السلايدات قدامك وقت الامتحان مشان تعرف تحل. بقول لي اول شيء من هذا اهداف التشابتر احنا شو راح نتعلم بهذا التشابتر؟ راح نتعرف عن الووتر بوليوتنت اند ذير سورس، يعني احنا راح نتعرف عن ملوثات المياه ومصادرها، بدنا نقيس كمان جوده المياه وهي اللي هي مثال عليه البي او دي، هو هذا التشابتر اللي راح تدرسه وراح تمر عليك هذا المصطلح كثير من هون لتخلص المادة. راح نتكلم عن السيرفس ووتر، المياه السطحية اللي هي المياه بالريفر المياه بالليكس، كل واحد له بارت لحال، الريفر اللي هو الأنهار والليكس اللي هي البحيرات. بعدين نتكلم عن المياه الجوفية، بعدين راح نتكلم عن معالجة المياه ومعالجة المياه الصرف الصحي. نتعلم هاي الشغلات بهذا البارت، طبعا هو مش بهذا البارت، لا بارت 6 و7 و8، انه هو هذا يعتبر تشابتر لحاله. طيب اول شيء بنحكي عنه عن الواتر بوليوتنت سورس، عندي انا بوينت سورس وفي عندي نون بوينت سورس. البوينت سورس تعريفها هو ويل ديفايند اوريجين، لها يعني اوريجين معين تعرف انت من وين بتيجي، من وين اصلها. كمان سهل تقيسها، قياسها سهل ودائما ثابته، يعني خلاص ملوثات بوينت سورس دائما ديفايند اوريجين. ركز عليها، بيجي عليها سؤال إنه مين اللي ترو من الجمل الآتية easily measured binary constant، يعني الدكتور ممكن يجيب أربع خيارات ثلاث يكون هذول رابعة هي الخطأ، ركزوا عليها. طيب مصادر البوينت سورس، مصادرها في عندي الماني كيبيكال ووست ووتر والانتيسترال ووست ووتر، مياه صناعية يعني مياه الصرف الصحي الناتجة من صناعة. عندي النون بوينت سورس الديفيوزيف اوريجين، يعني الاوريجين تبعها مش معروف كثير شنو هون تيجي، ترانزيانت يعني مش كونستانت، ديبند اون بريسيبيتيشن تعتمد على الهطول، تعتمد على الهطول. تمام. بحكي لي مصادرها اربن رن اوف، الاجريكلتشر، اتموسفيريك ديبوزيشن، الجراوند ووتر، هاي من مصادر النون بوينت سورس. تمام. الووتر بوليوتنت ملوثات المياه، ملوثات المياه عندي الاكسجين ديماندنج ماتيريال اللي هي المواد المستهلكه للاكسجين، اكسجين ديماندنج ماتيريال مواد المستهلكه للاكسجين. طيب بقول لي كان بي اوكسيدايز ان ريسيفينج ووتر ريزلتنج ان ريدكشن اوف ديزولفد اكسجين، عندي المواد ديزولفد اكسجين اللي هي المواد والاكسجين الذائب في الماء، ديزولفد اكسجين الاكسجين الذائب بالماء، فانا هذا الديزولفد اكسجين كل ما كان عالي كل ما كان احسن، احنا لازم يكون عندنا اكسجين ذائب بالماء، يعني لازم الماء يكون فيه اكسجين، فبالتالي انا كل ديزولفد اكسجين عالي يعني شيء كويس. هون بيقول لي انه اكسجين ديماندنج ماتيريال ممكن تعمل نقصان في الديزولفد اكسجين، معناته الاكسجين ديماندنج ماتيريال تعمل تلوث، اي شيء بينقص لي الديزولفد اكسجين وملوث. يوجوالي بيوديجرابل اورجانيك ماتر and certain an organic compound، الاكسجين ديماندنج ماتيريال ممكن تكون اورجانيك ممكن تكون ان اورجانيك، ركز عليها، ممكن تكون اورجانيك وممكن تكون ان اورجانيك، يعني هي بتقلل الاكسجين اورجانيك وهي ان اورجانيك. مصادرها دوميستيك سيود مياه الصرف الصحي، الفضلات الطعام، مخلفات الورق، ممكن تحدث انه بالطبيعه من الاورجانيك ماتيريالز. هاي اول ملوث، هذا اول ملوث هو الاكسجين ديماندنج ماتيريال وهو مهم جدا انه تقليل صوره الاكسجين بيعمل لي تلوث اورجانيك ونون اورجانيك ومصادرها كذا، يعني شبه حفظ زي ما تحكي. عندي الاكسس نيوترنت اللي هي النيوترنت يعني مغذيات نباتيه، الاكسس نيوترنت مغذيات نباتيه، الاشهر والشيء الاساسي فيها النيتروجين فوسفورس كومباوند، النيتروجين والفوسفور بحد ذاتها كويس مش سيء، الان بي كي بسموها ان بي كي
NBKs معنا في هذا الشيء. طيب هو احنا بدنا نحكي عن المغذيات النباتيه. طيب هاي المغذيات النباتيه يعني شيء كويس، شيء ما بلوث المي، ما بلوث الطبيعه، بس انا بحكي لك انه وجوده، خلينا نكتبها ملاحظه، وجوده حد ذاته ايش مؤشر للتلوث. يعني انا عندي غذاء نباتيه مش مؤشر للتلوث، ولكن كثرها يؤدي للتلوث. تمام، يعني مشان هيك اسمها إكسز. كلمه اكسس جايه من هون، كثرها يؤدي الى التلوث. مياه الري بشكل عام وجودها ايجابي بالمياه، مياه الري شيء كويس. طيب مصادرها الفرس، الفوسفورس جراند، هون المغصبات التربة، فودي بروسينج ووتر، انيمال اند هيومن، فضلات الانسان والحيوان. ايش بتاثر؟ بتاثر الالجي جلو، الالجي جروث، ولور ديزولفد اكسجين. فبالتالي ديزولفد اكسجين لور كثرها الى التلوث. هاي خاصية انه البحيرة بصير فيها طحالب كثير لونها اخضر، جزء بتشوفوا هاي الظاهرة مياه، لكنه في طحالب مو طحالب من البحيرة، هذا راح يكون بات الليكس. في عندي الباثوجينز، الباثوجينز لي امثلة لها البكتيريا والفيروسز البروتوزا، نسمع بالبكتيريا احنا نسمع بالفيروس، بايو كوميونيكيشن هاي مصادرها، او انه هي الباثوجين بشكل عام. طيب مصادرها بتكون عبارة عن ديسيدد بيرسون اور انيمال، بتأثر على المياه انسيف شرب. يعني انا تأثير الباثوجين بتخلي المياه مش صالحة للشرب، تأثير الاكسس نيوترونج بتقلل ديسولفد اكسجين، بتقلل او بتزيد نمو الطحالب، الاكسجين ديماندنج ماتيريال بتخلي ديسولفد اكسجين سيء، ديسولفد اكسجين هسه طيله لحاله شرح معين. في عندي سسبندد سوليد، انا في عندي سوليد يعني اتربه معلقه بالمياه تكون صغيره كثير، حطوها اول تجربه لاب بيئيه، بتزيد صوره المياه التربيديتي. السورسز هي السويل ايروشن، اكل التربه، واندستري صناعه. في عندي الاملاح، الاملاح هاي كل شيء بالاملاح، يعني هي قراءه. توكسيك ميتال زنك اربان ميركوري زئبق. الهيت، الهيت برضو بيأثر يعتبر ملوث. طيب هاي الشغلات احنا حكينا عنها هي عبارة عن الووتر بيوتانتس اند ذير سورس. هذا هيك بس هيك يعني شغلات عن الملوثات احنا نشوفها. احنا فهمنا الميشر اوف ووتر كواليتي، احنا كيف بنقيس الووتر كواليتي؟ احنا بنقيسها عبارة عن ديزولفد اكسجين، ديزولفد اكسجين والاكسجين ديماند. والاشياء اللي بنقيس ديزولفد اكسجين فيها هي عباره عن البي او دي والسي او دي، طبعا هذا كله راح ناخذه بالتفصيل. تمام، بيقول لي كمان مشان اقيس المياه بحسب التوتال ديزولفد سوليد، هاي ناخذها بلاب البيئيه، اتوقع ناخذها بالماده الصحيه. نيوترونز، حكينا عن نيوترونز مكملات نباتيه، المعادن او الحديد يعني، الباثوجين، الأورجانيك كومباوند والتوتال أورجانيك كومباوند. هسا احنا بالمادة احنا اللي رح ناخذها بالبيئية رح نحسب احنا بس الديزولفد أكسجين، ديزولفد أكسجين هذا المطلوب منا. تمام، طبعا هسا رح نشرح عن الديزولفد أكسجين أكثر. الديزولفد أكسجين هي عبارة عن إن جلوبال غاز في المندنج ذا ويست أند هاي مينيمم كونسنتريشن إز ريكوارد survival of higher aquatic life for example for fish population 5 ملي جرام لكل لتر. بحكي لي انه ديزولفد اكسجين له حد ادنى. يعني انا مثال على السمك، السمك اذا عندي الديزولفد اكسجين اقل من 5 يعني دي او ديزولفد اكسجين اقل من 5 السمك بيموت، السمك بموت. تمام، فانا بدي اعرف انه في له كونسنتريشن مينيمم. طيب بحكي لك كمان، بتحكي لك من خصائص الديزولفد اكسجين او بشكل عام.
ثلث اكسجين دي او. هسه السوليوبيليتي الها ابيتها بالماء سوليوبيليتي تعتمد على السوليوبيليتي. انا كل ما زادت السوليوبيليتي ثلث اكسجين كل ما كانت احسن. تمام شو بحكي لك؟ بحكي لك اذا انا زادت التمبريتشر انكريز بيقول لي solubility decrease، يعني انا اذا زادت درجه الحراره الذئبيه بتقل. تمام بيقول لي atmospheric increase كل solubility increase water هاي عوامل تأثر على ذائبية ثلث الأكسجين. أقول ثلث الأكسجين على شو بيعتمد؟ بقولك على التمبريتر، على الأتموسفيريك بشر، على الواتر. تمام ركز على إنه هاي شغلات تعتمد عليها ثلث الأكسجين. كمل هون بحكي لي إنه ثلث الأكسجين decrease الفيش and other aquatic life may be killed. عشان هيك إذا قلت ثلث الأكسجين السمك ممكن يموت أو الحياة والكلى وكله هذا راح يبين على المياه، راح يبين على جودة المياه إنه الطعم رائحة اللون بيتغير. السوليوبيليتي هنا قلنا عنها تعتمد على البريشر، البريشر بتقلل السوليوبيليتي، الأتموسفيريك بريشر حكينا عنه والووتر سالينيتي حكينا عنها. تمام كلي في عندي هون important parameter biological treatment process هو ثلث الأكسجين بيقول لي هو مؤشر مهم مثل عملية معالجة المياه. بيقول لي indicate when aerobic organism will be predominate، يعني بيحكي لي إنه بيبين لي إذا في organism أو ما في organism. ثلث الأكسجين بتبين لي إذا إنه في عندي organism أو solubility يبين لي انه اذا في نمو البكتيريا او لا. الاكسجين ديماند، الاكسجين ديماند اللي هي نفسه يعني الاشي اللي بحتاجه الاكسجين، بيقول لي انا قياس الاكسجين ديماندنج اورجانيك اند ان اورجانيك متر ان ووتر. تمام كيف بقيس انا كيف بقيس الديزولفد اكسجين؟ بثلاث طرق بقيسه، بالثيوريتيكال اكسجين ديماند، بيولوجيكال اوكسجين ديماند، كيميكال اوكسجين ديماند. هسه theoretical oxygen demand هاي حكينا عنها بشابتر كيمستري بس معادلة موزونة وحسب وحل. البي او دي هسه رح نحكي عنه بالتفصيل، سي او دي ما رح نحكي عنه كثير بس رح نحكي تعريفه. بقول لي theoretical بقول لي total amount of O2، هسه انت مطلوب منك انك تحفظ التعريف هاي. total amount of O2 required for completely oxidized، ركز completely oxidized حيث يتحول لسي او 2 اتش 2 بسموها stoichiometric principle وحكينا عنها في chapter الكيمستري. فكان هاي السؤال سؤال معادلة موزونة وحلينا وطلع معي زي هيك. البي او دي هذا بدنا اشي براسنا احنا بنحل فيه، بدنا نفهمه كل الاسئلة على البي او دي. بيقول لي البي او دي the amount of oxygen required by bacteria while stabilizing decomposable organic matter under aerobic condition. بقول لي طبعا aerobic condition يعني in presence of oxygen، presence of oxygen. فبقول لي BOD هو عبارة عن dissolved oxygen initial ناقص dissolved oxygen final. هذا قانون، يعني أنا كيف أحسب ال BOD؟ بشوف dissolved oxygen initial قديش كان وقديش صار على الفاينل، بطرحه من بعض فهذا هو مقدار ال BOD. تمام شو ال BOD؟ كمية الأكسجين اللازم للبكتيريا مشان تستهلك تستهلك الأورجانيك كومباوند. تمام ملاحظات مهمة جدا. أو خمس نكتب هيك
organic matter is اللي BOD increase. هذا إشي معروف. ما زلت مركبات العضوية الميكرو أورجانيزم بتزيد تهلك أكثر في البيوتي يزيد. بصير عندي ديزولف أكسجين فاينل قريب من الزيرو. لما كنت ديزولف أكسجين قريب من الزيرو الفاينل معناته البيوتي كثير عالي. البيوتي يكون كثير عالي. النيوترنت بالنسبة للبي او دي بتختلف للنباتات عن النباتات. البي او دي للإنسان بيختلف عن البي او دي للنبات. بيقول لي كمان لما ما يكون في أكسجين يكون في مايكرو أورجانيزم تنتج من خلالها مركبات عبارة عن H2S NH3 أمونيا وميثان. بيقول لي أنا لما ما يكون عندي أكسجين يعني مي ما فيها أكسجين بيكون في مايكرو أورجانيزم. لما يكون مايكرو أورجانيزم بتكمل لي مركبات حلوبتي. تمام. فان هون بحكي لي هذا الحكي لما ما يكون في أكسجين تكمل لي هاي وهاي المعادلة BOD measure of carbonous materials in water كديش بتستهلك أكسجين. تمام. هسا بحكي لي BOD عنده عيوب. بقول لك فحص البي او دي باخذ من 5 إلى 35 يوم. فانا الناس مشان افحص عينة مي كل 35 يوم اشوف شو صار فيها بنموت من العطش بنموت كذا. فبقول لك انا شو بعمل. ليش لما احسب لا بي او دي ليش باخذ 5 أيام؟ هاي الملاحظات يعني هاي الأسئلة كلها بتيجي حفظ عن فهم. إذا ما فهمت هذا الإشي ما راح تعرف تحل أسئلة الحفظ. بيجي عليهم علامات كثير. ليش أنا لما أحسب بس 5 أيام؟ قل لي لأنه خلال الخمس أيام الأولى من التحلل معظم المادة العضوية بتتحلل أول 5 أيام. ممتاز. يعني أنا لما أحسب البي أو دي لمدة 5 أيام بس بحسب البي أو دي عند اليوم الخامس بعض إنه معظم المادة تحللت. فأنا خلاص يعني زي كأني جبت 80% من الاختبار. بعدين كل عندي ملاحظة مهمة عند اليوم السابع بصير يدخل نوع جديد من البكتيريا هاي اسمها purifying بكتيريا. شو بتعمل؟ بتعمل عملية purification. كيلي عند اليوم السابع دخل جيت البكتيريا باسمها نيتروفاينج بكتيريا بكتيريا مثبطة للاستهلاك يعني تعمل عملية نيتروفيكيشن عشان كي أنا بحسب أول 5 أيام بريح راسي. تمام. اللي حكيت عنه كل اللي تهلك أول 5 أيام طبعا هسا هذا إيش اللي حكينا البي أو دي تيست. هسا بي أو دي تيست BOD test. هسا أنا في عندي 2 اختبار للبي أو دي. واحد experimental بالمختبر واحد بيكون بالفيلد. هسا خلينا نحكي عن هذا بيسموه BOD 5 يعني عندي اليوم الخامس.
شو بقول لي؟ بقول لي هذا هو عبارة عن total amount of photo consumed by microorganism during first 5 days of biodegradation. تمام. قل لي بكمية كمية الأكسجين اللي استهلكتها المايكرو أورجانيزم خلال أول 5 أيام من عملية biodegradation. تمام. بقول لي أنا مشان أحسب هذا الإشي استعمل وعاء. هذا إيش وعاء؟ ستاندرد عبارة عن الفوليوم إلها تساوي 300 ملل. تمام؟ أنا بستعمل وعاء الفوليوم إله 300 ملل، ممكن يكون غير. أنا إيش بعمل؟ مشان أحسب الـ BOD5. هذا مشان أحسب BOD5. كل بيساوي نكتب كتابة اللي بيساوي dissolved oxygen initial dissolved oxygen final. حكينا عنه قلنا انه في وعاء عندي على P. كل P هي fraction. شو حكينا الفراكشن؟ الفراكشن عبارة عن volume of waste water على volume of waste water plus volume of dilution. شو اللي انت هسه قاعد تحكي لي؟ انت شو اللي بتحكي؟ شو البي من وين اجتني هاي؟ ليش انا عندي volume للويست volume مش ويست للمياه النظيفه؟ ببساطة بقول لك أنا عندي وعاء هيك هذا حجمه 300 ملل، ممكن يكون غير. إحنا الستاندرد 300 يعني ما قال لي حجم بعتبر 300. بقول لي هاي أنا بصب فيها ويست ووتر، هاي بصب فيها من جهة ثانية ديوشن ووتر. تمام. احكي لي بحط مثلا هون منها 280 وهي بحط فيها 20، اكيد مش راح احط 30 يعني 310. بقول لي شو بتساوي؟ بتساوي 20 على 20 280 يعني 300. هاي بحط القانون هون دزولت اكسجين انيشال بحسب قديش كان دزولت اكسجين اول يوم، وبحسب دزولت اكسجين فاينل قديش كان المواد المستهلك المواد الذائبه بالاكسجين 5 أيام. نهاية دي او بعد 5 أيام. بحسبها وبطبق القانون بحسب مقدار البي او جي. عندي ملاحظات. شايفين هذا الوعاء؟ قل لي الملاحظات ركز عليها كثير. قل لي لازم نمنع مرور ضوء من خلالها. ليش؟ لازم تكون الوعاء داكن. طب ليش؟ بيقول لي حتى تمنع الطحالب من إضافة استهلاك، ركز على كلمة استهلاك، أوتو خلال عملية بناء ضوئي. طيب تمام، عندي وعاء في مايكرو اورجانيزم طحالب. مايكرو اورجانيزم شو؟ مايكرو اورجانيزم طحالب بكتيريا اي شيء. بقول لي انا لو مررت ضوء ممكن يحدث عندي عمليه بناء ضوئي، فبستهلك اكسجين وبضيف اكسجين، فشو بصير؟ بصير انك الاختبار بيخرب، بصير عندي ديزولف اكسجين زياده. طب انا بدي ديزولف اكسجين الاصلي بس. فشو بقول لك؟ انا بمنع مرور الضوء من خلالها، بمسك الوعاء بخليه مظلم معتم. الاثنين بقول لي لازم اعمل ديوت عيني
عشان اضمن انه سولت اكسجين فاينل اكبر من صفر. لي انا اول اشي بعمل نضيف للعينه بقطير بقطع العينه عشان اضمن انه ديزولت اكسجين الفاينل اكبر من صفر. يعني انا مشان ما يكونش المي يعني من مره ما بقدرش انا ديزولت اكسجين فاينل زيرو طيبه ما بصير اصلا ديزولت اكسجين فاينل يكون زيرو. تمام فشو بعمل انا عشان اضمن هاي؟ كل ملاحظه كمان اذا ديزولت اكسجين انيشال يساوي زيرو اعتبار بفشل. يعني انا لازم ديزولت اكسجين انيشال له قيمه زيرو بدي. طبعا زولت اكسجين هي تركيز كونسنتريشن تركيز قول لي هون الاختبار فشل. هاي الملاحظات بيجي عليها دائما ثلاث اسئله كل شيء كويز فاينل هاي الاسئله جاي عليها عفوا هيك البناء الضوئي عشان ما اضمنش هاي زولت اكسجين زيرو هم مكتوبين يعني هم مش جايبهم من عندي لايت ماست بي واي ليش مشان امنع الطالب من اضافه adding or consume. في هون كلمة consume. auto by photosynthesis. auto. CO2. ركز. auto. النوت الثاني. بعمل dilution. final DO. هاي. soft oxygen. test invert. هذا القانون اللي حكينا عنه. soft oxygen. volume of soft water. أنا سبيجي عنا دور المثال. هنا عندي مثال. شوف ايش طيب وقعد. عندي هون اكزامبل يقول اذا كان عندي ستاندرد فوليوم فوليوم يساوي 300 ملي لتر فوليوم ويست يساوي 10 ملي لتر فبالتالي اذا هات 10 ملي لتر مباشرة فوليوم اوف ديوتد يساوي 290 بس ما بحتاج اصلا. إذا كان dissolved oxygen initial يساوي 9 ملي جرام لكل لتر اللي احسب نقول لي dissolved oxygen initial بيساوي 9 بقول لي إذا كان dissolved oxygen final يساوي 2 ملي جرام لكل لتر وقال لي الدروب dissolved oxygen يساوي 2 ملي جرام لكل لتر اللي احسب رينج يودي كل هون عندي انا وعاء نرسم الوعاء جهاز حجمه 300 اللي فيه ملليلتر واسد كله تمام بقول لي عندي دورت اكسجين انيشال بيساوي 9 بتقول لي تمام بقول لي في عندي انا شغلتين في عندي دورت اكسجين فاينل بيساوي 2 وقال لي الدروب بالدورت اكسجين بيساوي 2 شو يعني دروب؟ دروب يعني النقصان كان 2 يعني كانت هاي 9 وصارت 7 تمام التسعة صارت سبعة فقديش بطلع ناتج اثنين فأنا بالتالي بحكي له BOD5 بيساوي دورت أكسجين إنيشال كم؟ 9 ناقص الفاينل كم؟ 2 على البي بتساوي فوليوم للويست 10 على التوتال كم التوتال 300 احسبها يطلع عندي 210 الجرام تمام قول لي احسن هو حكى لي احسب رينج يعني احسب قديش كان وقديش صار حسب اذا كان اكسجين 2 واذا كان الدروب 2 هون لما قال لي الدروب يعني مباشرة بكتب له 2 على 10 على 300 بيطلع عندي 60 الرينج البي او تي راح يكون 210 السؤال اعطاني بس انه زي كانه اعطاني فرعين احسب اذا كانت زاد اكسجين فاينل 2 وقال لي اذا الانخفاض كان 2 السؤال عندها 10 ملي جرام اوف سي ويتش ميكست وذ انف ووتر تو فيل 300 ملي متر زاد اكسجين 9 ملي جرام هل باشور كريت
تستقبل تو هاف ات ليست 2 ملي جرام كل لتر دروب during the fires. The final or should be least 5 grams. يب. في عندي كمان ملاحظة. حكينا في عندي ثلاث ملاحظات وهاي الرابعة. الرابعة بيقول لي أفضل إنه أعمل ليوت العينة مادة بيكون فيها مايكرو أورجانيزم. يعني أنت تخيل إنه أنا بدي أعمل طير للعينة بمادة فيها ملوث، مادة مش مقطرة، يعني مش هي مقطرة، يعني pure water. هيك أتأكد إنه الفحص ظل شغال، يعني في water. تمام. لي أنا الأفضل إن أعمل ديلوت للمادة فيها مايكرو أورجانيزم، يعني مش مياه مقطرة. تأكد إنه الفحص بي أو دي بيكون في ديزولف أكسجين فاينل، بيكون في ديزولف أكسجين إنيشيا. هيك بختبر بعرف إنه في بي أو دي. هون بيقول لي It's better to dilute sample with water having microorganisms, not pure water. Sure that an adequate bacterial population vary on the biodegradation, so the water has quality. أنا ما بدي أضيف، ما بدي أعمل تقطير، يكون في عندي مياه diluted، مياه waste. بالتالي خلينا نرسم الوعاء. عندي وعاء. عندي هون waste. وعندي هون ديوتد. المياه اللي جوا بعد الخلط وبعد الهاي صار اسمها ايش؟ ميكستر. فبقول لي الفوليوم من الميكستر البي او دي ميكستر يساوي بي او دي ويست زائد بي او دي ديوتد بس. فبالتالي بصفط المعادله طبعا بي او دي في فوليوم تساوي بي او دي في فوليوم وهكذا. بالتالي بصفط المعادله. انا ايش دائما بحسب؟ بحسب البي او دي للويست. بدي البي او دي للويست ووتر. قديش الويست ووتر؟ بتستهلك اكسجين. الووتر مش وسخه تشرب حتى لو فيها مايكرو اورجانيزم. بقول لك انه بي او دي للويست يساوي قانون طويل كثير. ركز على عطبي تعالي أسئلة. Dissolved oxygen initial ناقص dissolved oxygen يعني هذا اللي بنعرفه ناقص شوي ناقص بي فاين. على هذا القانون كل قانون مشان احسب البي او دي الووتر اذا كان فيها ميكستر فيها ديلوتد ووتر فيها هاي. لاحظ انه ديزولفد اكسجين هاي دائما بيكون لايش؟ لميكستر. تمام. احنا هذا الشيء حكينا عنه اذا كان زي السؤال الماضي ما كان هو اصلا ما كان في ديلوتد ووتر كان في ديلوتد ووتر كان ويست ووتر لحاله في ديلوتد ما كان ذاكر كم حجمها كم كان ديزولفد اكسجين لها وكم هيك. فبالتالي كان هذا الحد يساوي زيرو. تمام. هسه اذا كان عندي نوعين من المي كل واحده من المي فيها ديزولفد اكسجين معناته بدي اطبق هذا القانون. تمام. شو هاي اوكي طبعا ديزولفد اكسجين final for diluted هاي initial وهاي initial. تمام. هسه الشابتر تقريبا شبه خلص بس في مشكله انتم راح تواجهوها انه انت قاعد بتشرح كثير 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 بس انت لحد هسه مش حال اسئله. نعم. صار الفيديو حتى لو مش متمكن كثير
عند حل الأسئلة راح تفهم كل إشي، تفهم كل إشي. كمان شابتر شو بيخلص، ضل صفحتين تقريبا. اللي هون هذا القانون. يلا ما ضل غير موضوع بسيط. الشابتر هسا هذا كان التيست، كان بالمختبر. هسا في عندي أنا بي أو دي تيست at any time. شو يعني prediction؟ هذا بسموه بي أو دي موديلينج. أنا بختبر بي أو دي عند أي وقت بدي إياه. بي أو دي أي وقت بدي إياه. قول لي خلينا نكتب كتابي هون. بي ال دي تي يساوي سالب دي في ال تي. بقول لي بعد الاشتقاق كلها بيطلع عندي ال تي يساوي ال نوت في اي قوه ماينس كي تي في دي. تمام، شو بدك تكتب؟ نكتب هون ال تي يساوي amount of auto demand after. شو يعني ال LT؟ كمية dissolved oxygen أو concentration بشكل عام اللي ظل remaining بعد فترة زمنية معينة. تمام، ال نوت عبارة عن الالتيميت اوتو، بكون هي اقصى هاي قوسين توتال اونت اوف اوتو ريكوايرد باي مايكرو اورجانيزم. او بيجي سؤال ممكن ما يجبليش انه ال2 تساوي ال0 تساوي كذا، لا بقول لك اذا توتال اماونت اوف اوتو باي مايكرو اورجانيزم اوكسيدايز فالالتو اقصى قيمه للدوت اكسجين انيشال، اقصى قيمه في رسمه منحنى. هون بيقول لي انه ال نوت النوت تساوي أودي عن كم معين هذا الالت. الالت إيش متبقي؟ متبقي هذا اللي استهلكته، أعطاني الالتيميت أقصى شيء. فبالتالي أودي أني تايم تساوي النوت قوس واحد ناقص إي ذلك دي. هذا القانون راح نستعمل عليه بهذا الشابتر والشابتر اللي بعده. طيب شو الكي دي؟ reaction rate order تذكروا الشابتر material mass balance كان الكي reaction rate constant first order. يب هيك الشابتر ما ضل فيه إشي تقريبا، ضل الموضوع بسيط. خلينا نحل المثال على المثال على الهاي. خلينا نشرح المنحنيات. لي هون إنه البي أو دي هون عندي تايم، عندي الأورجانيك ماتر ما زادت شو بصير. بس هاي عبارة عن إيش؟ أقصى قيمة لإيش؟ الأكسجين. الهاي يعني إيش هاي؟ ال نوت. ولو حكيت هاي هون أنا هاي شرا شو هاي؟ قيمة الـ LT remaining، يعني هي الـ remaining الـ left عندي 10 الـ 10 هاي. تمام، وهاي الـ oxidize. بالتالي دائما حاصل مجموع 2 يعطيني الـ نوت. يعني هذا المتبقي هذا الـ LT، هذا ايش؟ هذا الـ BOD. بالتالي BOD زائد LT بيعطيني الـ نوت. يلاحظ هاي زائد هاي بيعطيك هاي، هاي زائد هاي بعطيك هاي، وأكبر دليل هاي الصغيرة زائد الكبيرة هاي شو بعطيك هاي. خط أضربها باثنين بعطيك هاي. وهذا حكينا عنه تبع ال تبع الثيتا، رحنا على الرياكشن ريت كوستا بتأثر بالتمبريتر. عندي هون مثال
لي dilution factor B unseeded mixture of wastewater and water is 0.03 gram. كذا P تساوي 0.03. قال لي dissolved oxygen للميكستر بيساوي 9. dissolved oxygen mixture يعني DO بيساوي 9. قال لي and after 5 days it has dropped to 3 يعني dissolved oxygen final بيساوي 3 كمان الوحدات. قال لي the reaction rate constant كان بيساوي K بوينت 2 كل دي. احسب what is the 5 BOD for the west 10 BOD 5 تساوي كلوز اكسجين انيشال 9 كلوز اكسجين فاينل هي عند 5 ايام وحكى عند 5 وحكى عند 7 ما ارتبط هذا القانون وراح نحل مثال سنوات فيديو حل الاسئله انصدم قديش انه بيخربط 3 هابي بوينت أضر بي أو دي 5 بيساوي 200 تمام اللي احسب الالتيميت بي أو دي تمام احسب الالتيميت بي أو دي نعرف انه البي أو دي 5 البي أو دي عند اي زمن تساوي النوت 1 ناقص اي قوة سالب كي في تي تمام البي أو دي هي 200 عند 5 ايام النوت بده اياه 1 معي سبونانشر كمل هاي 0.22 كم التي كم عوض التي طيب بيودي عند 5 ايام عوض التي 5 حلها بيطلع معك النوت تساوي 300 النوت اقصى قيمة مستحيل النوت تطلع 120 البي او دي 5 200 لازم النوت على قيمة الفرع الاخير what would be the remaining oxygen after 5 تي كم ال تي نعرف انه ال تي تساوي النوت اقص بي او دي 5 ولا لا 300 ناقص 200 بس فيما أسهل وسهل الموضوع الثاني نيتروجين أكسيديشن نيتروجين أكسيديشن فبقول الـ O2 demand is not only associated with biodegradation of carbon portion يعني هو مش بس باستعمال الكربون مع الأورجانيزم ممكن برضو النيتروجين يعمل هاي فبالتالي بعملية النيتروفيكيشن عملية النيتروفيكيشن اسمها NBOD تحتاج هي O2 نيتروفيكيشن مايكرو أورجانيزم هسه عملية نيتروفيكيشن مدتها 7 أيام لكن ومش مدتها نيتروفيكيشن تحدث عملية النيتروفيكيشن 7 أيام ولكن الجنريشن تايم المايكرو أورجانيزم يساوي 1 day ركز generation time 1 sensitive with high amount of microorganism scarce حكينا عنه كل هذا النيتروفيكيشن حكينا عنها انه هاي وهون شيء مهم جدا the treated sewage usually sufficient nitrification microorganism يعني افضل مياه تعملها مشان عملية النيتروفيكيشن هي the treated sewage مياه المعالجة nitrification start almost at the time of carbon الديوكسيد تقريبا نفس الوقت اللي بيحدث في عندي كاربون اوكسيديشن هو البي او دي هون هو هي بقول لي انها بتحدث يعني هون طلع وين الان بي او دي الان بي او دي بتحدث متى 7 ايام بتحدث بعد 7 ايام هو هيك فهذا منحنى البي او دي هذا منحنى الان بي او دي اللي بيكون النوت هي على قيمه هذه النوت طبعاً هذا بي او دي البي او دي هيك المنحنى والال تي هيك المنحنى معي وهذا قانون بنفس القانون هذاك بس بتغير هذا بكون للان
نظرا للنيتروفيكيشن تو كونستانت. في عندي اخر اختبار اللي هو الكيميكال اوكسجين ديماند. الكيميكال اوكسجين ديماند اللي هو السي او دي بيقول لي هذا بيستهلك كميائيا باستعمال بيستهلك كيميائيا استعمال تفاعلات كيميائية. مثل K2CO2O7 أو KNNO4. الفحص فحص مدته ساعتين. الظرف الغير محبوب عند نمو المايكرو أورغانيزم هو وجود الكلور. هني إذا أخذت عينة من مياه فيها كلور بحسب COD، أما BOD لا أستطيع حسابه لأنه الكلور راح يرضى كلور يقتل المايكرو أورغانيزم بالتالي ما بحدث BOD. فأفضل اختبار بستعمله لما فيها كلور هو اختبار COD. بس مدة ساعتين كثير سريع. هاي كل اللي حكيته عنه. COD الأكسجين كيميكال رياكشن حكينا مثل الكيتو حكينا الهاي مدة ساعتين. ما فيش فرق بينه وبين بي او دي. بس هو مفضل لمين؟ اللي فيها توكسيك كيميكال مثل الكلور. فور اكزامبل نو اونكرينج ماتر ان كلورايد ووتر كلوراين ووتر بالتالي از هارد تو ميجر بي او دي بات سي او دي كان بي ميجر. كشابتر الووتر كواليتي باراميتر انتهى. ان شاء الله الفيديو الجاي شابتر هالاسئله. هل الاسئله مهم جدا، شابتر مهم جدا. أعطيكم ألف عافية.